والرد عليها بعد تفسير او تأثير قفشه مع الكابتن رضا عبد العال. قفشه خلاص هو خد مكان عبد الله السعيد. الانسان انا؟ اه لا عدى كمان عبد الله السعيد. عدى عبد الله السعيد؟ ده بجد؟ في فتره طبعا في فتره وجيزه. اه اتفرج على كل اهدافه اللي جابها اللي هي المؤثره، اللي هو جمهور الاهلي ما كانش عاجبه. اللي جمهور الاهلي لغايه النهارده بينتقده. انا بقول لك اهو عبد الله السعيد كان جنبه مين اول ما لعب؟ كان مين اللي جنبه؟ كان جنبه ابو تريكه كابتن وبركات وفي الفرقه وحسام عاشور بتشيله. وحسام عاشور دلوقتي مين في النادي الاهلي؟ مين اللي شاري النادي الاهلي؟ هو قفشه والشناوي. هم كلمه السر في فرقه النادي الاهلي وايمن اشرف. فلما ده يشيل ماشي، ما هو اتنين تلاته كابتن، انما انت كان جنبه نجوم جامده جدا. فلما ده يجي يشيل لوحده ولسه جاي وافد جديد السنه اول الموسم دوت ويعمل اللي هو بيعمله ده، ده انجاز. يبقى ده هيعدي عبد الله السعيد. تمام. في كل حاجه سنة. بقى عنده كام سنه؟ لا صغير مش كبير قوي يعني حوالي حاجه و20 سنه. وده برضو حاجه من ضمن الحاجات ان ده راح قعد في نادي الزمالك وكانوا عايزين يخلصوه ما خلصوهوش. ايوه لازم تندموا عليه يعني. دلوقتي هو رقم واحد في مصر في الحته دي. دلوقتي هو رقم واحد في مصر. اما حته الدين قفشه، طب قفشه نفسه بقى اللعيب الفلاح البسيط اللي من قريه كمبرة على فكره هنا في الجيزه جنب ناهيه وكرداز. نفس المنطقه اللي اخرجت، وعلى فكره هو عربي بدري من نفس القريه برضه، يعني قريه اهلاويه قوي. بعد ما الناس فرحت بقفشه